حول الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي وأيضا تحركات أسعار النفط. ينضم إلينا عبر سكايب أحمد نجم المحلل الاقتصادي. أهلا بك سيد أحمد. يعني بداية، تتوجه الأنظار يوم الخميس المقبل إلى البنك المركزي الأوروبي، هل سيكون على موعد مع أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد؟ ما توقعاتك؟ طبعا أهلا بحضرتك في البداية والسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. حقيقة الأمر يمكن المركز الأوروبي هيتم الإعلان عن الرفع الأول لأسعار الفائدة واللي بواقع 25 نقطة كما تتوقع الأسواق وكما كانت أعلنت أصلا كريستين لاجارد عن هذه الخطوة من قبل، لكن الأسواق اللي تنتظر يمكن رفع المركز الأوروبي للفائدة هذا الاجتماع فقط، ولكن هي الأسواق تنتظر الخارطة القادمة للطريق. يعني جميعا نعرف أن المركز الأوروبي الآن أصبح في ورطة معينة نتيجة لاختلاف الاقتصادات داخل منطقة اليورو، هنالك تفاوت وجاب كبيرة جدا ما بين هذه الاقتصادات، وبالتالي المركز الأوروبي ما بين حيرة، هل يلجأ إلى التجديد النقدي في هذه الفترة أم أنه سيتأخر عن هذا الرقم ويتأخر عن محاربة التضخم في صالح الحفاظ على الاقتصادات، وبالتالي يمكن الاجتماع والبيان الهام الذي تنتظره الأسواق من المركز الأوروبي وليس فقط الإعلان عن 25 نقطة، هي طبعا خطوة هامة ربما تغير في سياسة المركز الأوروبي لفترة ما، ولكن هي الأسواق تنتظر الخارطة القادمة من بين السياسة النقدية وتيرة رفع أسعار الفائدة. هل يمكن للمركز الأوروبي بالفعل أن يعني يحابي باقي البنوك الأخرى ويبدأ بهذه الوتيرة ورفع أسعار الفائدة، أم أنه سيكون هنالك رفع ثم تأخير كبير جدا ثم نشهد بعد ذلك رفع، أم أنه سيتمهل بشكل ما حتى تنخفض الأرقام تدريجيا نتيجة لخفض كتلة أخرى اقتصادية في هذا العالم وهي الفدرالية الأمريكية وباقي البنوك المركزية الأخرى لأرقام التضخم محاولتها لهذا الأمر عن نتيجة التجديد، وبالتالي يكون المركز الأوروبي قد استفاد من هذه الخطة، وبالتالي يكون هنالك يعني وطأة الوطأة الاقتصادية عليه كبيرة جدا نتيجة للضغوط أصلا الاقتصادية اللي بيعانيها منطقة اليورو، اقتصاد منطقة اليورو في هذه الفترة. طيب، أي من هذه السيناريوهات سيد أحمد يعني تتوقع أنت بشكل شخصي كمحلل اقتصادي من متابعتك، وخاصة أنه في حال رفع الفائدة الأوروبية، هل سيكون هدف المركزي الأوروبي هو بالمقام الأول السيطرة على التضخم أم مواكبة الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسات النقدية، وهي النقطة التي ذكرتها أثناء حديثك؟ هو في حقيقة الأمر الوضع متشابك جدا، لأن إذا ذكرنا أن المركز الأوروبي لديه نفس القدرة التي كانت لدى الفيدرالي والتي ما زالت الفيدرالي يعني ماضي قدما في هذه الخطة أو البنوك المركزية الأخرى، سنجد أن الوضع مختلف تماما. الاقتصاد داخل منطقة اليورو ليس مشابها لهذه الاقتصادات، وبالتالي إذا أصاب سياسة تجديدية سيجد أن هنالك لديه أزمة كبيرة جدا لبعض الدول، وربما تدخل يعني بعض هذه الدول إلى مرحلة الديون ومشاكل أخرى في التخلف عن السداد أو الارتفاع في التكلفة القروض، وبالتالي ما أبرز الدول الأوروبية العرضة؟ يعني نتحدث على أسبانيا، نتحدث عن اسبانيا، نتحدث عن ايطاليا، نتحدث عن هذه الدول او هذه المنطقه على وجه التحديد، وايضا ربما يعني القائمه ستطول، لان اذا كل مع ارتفاع الاسعار ايضا الطاقه والخامات هذه في هذه الفتره ستجد هذه الدول ربما بعض المشاكل، وايضا على الكتله الاخرى هي لن ترتضي ان يعني يشهد الاتحاد الاوروبي سياستين مختلفين، هنالك تجديد وهنا يعني نرفع اليد قليلا حتى لا تعاني هذه الفتره، وكان يعني لنا في التاريخ الماضي يعني سابقه عندما كان فايدمان هو رئيس المركزي الألماني وكان هنالك بعض المشاكل في عهد رئاسة دراجي لما كان يعني رئيس المركز الأوروبي، وتم يعني وصول هذه الخلافات في السياسة النقدية إلى المحكمة العدل الأوروبية، فبالتالي يعني هذه الوتيرة إما أن يعني نتجه إلى التجديد وبالتالي سنضحي بفكرة النمو ويكون لدينا سياسة من الركود، ولكن هنا الأمر صعب للغاية لأننا أصلا في مرحلة من الركود والاتحاد الأوروبي أصلا لديه بعض المشاكل الأخرى نتيجة للتوترات الموجودة ما بين روسيا وأوكرانيا، والتي يعني بطبيعة الأمر يعني الاتحاد الأوروبي هو لاعب أساسي في هذه المعادلة، وبالتالي يعني السياسة لدى المركز الأوروبي هي سياسة ربما يعني تكون يعني قلقة جدا وتكون حذرة جدا. لا أعتقد أن المركز الأوروبي سيكون لديه نفس الدراء التي كانت لدى الفيدرالي، وهو أيضا الفيدرالي كان متأخرا، ولكن في نهاية المطاف يعني يبدو أنه سيطبق سياسة تجديدية هي واسعة حتى يعني منتصف العام المقبل. لن يكون لدى المركز الأوروبي هذه القدرة بأي حال من الأحوال، لأن يعني تبعاتها ستكون مؤلمة جدا وقاسية في وقت وظروف هي لن يستحملها الاتحاد الأوروبي على أي حال في هذا الوقت.
إذن ما التقديرات المتوقعة لنسبة الزيادات القادمة في الفائدة الأوروبية؟ يعني احنا اذا تحدثنا ان المركز الاوروبي ربما يعني يرفع الفائده بواقع 75 نقطه اساس على مدار العام القادم وهو حتى منتصف عام 2023، فسيكون هذا الامر اعتقد ان هو متفائلا، لا يعني اريد استعجال الامور، ولكن ربما يكون لدى المركز الاوروبي خطه اخرى هي ان نشهد ما شهدناه في الماضي وان ندخل في هذه الصراعات، وهو ان يقدم لهذه الدول التي ستتضرر من السياسه التجديدية في الفترة المقبلة يقدم لها قروض ميسرة ويقوم بشراء سندات، بيوسع برنامج شراء السندات في هذه الدول وبالتالي يعني يحميها من عملية التجديد، ولكن هذه السياسة يعني إذا حدثت بالفعل، ولكن هي الأقرب إلى الحدوث إذا تحدثنا، ولكن إذا حدثت بالفعل ستشهد أزمة أوروبية كبيرة جدا. لا ننسى أن يعني يمكن مشكلة كانت أساسية أيضا من مشاكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي المشكلة توزيع الثروات وفكرة السياسة الغير عادلة لبعض الدول. الدول الغنية تجد نفسها أن هي تتحمل تكلفة كبيرة جدا نتيجة للدول الأقل حظا في الغناء، وبالتالي يعني هذه السياسة ربما تخلق حالة من عدم الاتزان داخل منطقة اليورو، ولكن كناحية اقتصادية هي ربما تكون الحافز والأمر الأفضل حاليا كتطبيقه على أرض الواقع. طيب سيد أحمد، يعني هذه التحركات من المركز الأوروبي خاصة مع الطبيعة المختلفة للدول الأوروبية التي ذكرتها عن باقي الاقتصادات، كيف ستنعكس على اليورو برأيك؟ يعني هو اليورو حقيقة الأمر بيعاني بشكل كبير جدا في الفترة الماضية نتيجة لتسعير هذه الورطة التي نتحدث عنها والمأزق الحالي، ولكن يمكن التصريح الحالية التي يعني تحاول القول بأن اليورو هو من يريد أسعار أقل ومنطقة اليورو هي من تريد أسعار أقل لليورو نتيجة للاستفادة، هو أمر يعني غير منطقي وهي ليست حرب عملات في أي ناحية ما، ولكن هو وضع اقتصادي ينعكس على أداء اليورو، اليورو ضعيف، اليورو ربما يزداد ضعفا، لا نعلم يعني كيف سيكون مستقبل الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي خصوصا في فصل الشتاء القادم، روسيا يعني تقوم وتتحدث تقارير على أنها ربما ستقوم بتقليل الإمدادات من الغاز، وبالتالي هنالك يعني مشكلة سيجدها الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي لديه تكلفة مضاعفة، يعني إذا نظرنا إلى حتى أسعار النفط نجد أن هنالك علاوة على أسعار النفط عن السوق العالمي، وبالتالي إذا نظرنا إلى الجانب الآخر في آسيا على سبيل المثال نجد أنه يعني يشترون النفط بخصم، الغاز هو مشكلته أكبر لأن الغاز يحتاج إلى يعني بنية تحتية كبيرة جدا، وبالتالي يعني صعب جدا توفير هذه البنية في وقت قصير.